وفي تعليقه على الهجوم على عرض عسكري للحرس الثوري الإيراني في الأحواز والذي أسفر عن مقتل 29 وعشرات الجرحى من الحرس الثوري، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بالسعي لإثارة الفتن داخل إيران في محاولة لزعزعة الأمن حسب قوله. قبل اتهامات روحاني كانت السلطات الإيرانية استدعت سفراء هولندا والدنمارك وبريطانيا بشأن هجوم الأحواز، واتهمت بدورها بلدانهم بإيواء جماعات إيرانية معارضة. حمل وزير الخارجية محمد جواد طريف الولايات المتحدة المسؤولية عن الهجوم، وسط ارتباك في التصريحات الرسمية الإيرانية حول الجهة المسؤولة، أمر الرئيس روحاني قوات الأمن باستخدام كل سلطاتها لتحديد هوية منفذ الهجوم على العرض العسكري.